حياكم الله مشاهدينا. في فصول الاجتماعات التي لا تنتهي، الرئيس الأمريكي باراك أوباما مع كبار مستشاريه في السياسة الخارجية يجتمعون الجمعة، اجتماع سيناقش فيه أوباما الخيارات العسكرية في سوريا، خيارات منقوصة لحلول جزئية. فمثلاً سيدرس أوباما توجيه ضربات جوية مباشرة لقواعد النظام ومنها مواقع للرادار وأخرى خاصة بقواعد مضادة للطائرات. لكن المسؤول الأمريكي الذي نقل لوكالة رويترز هذه الأنباء استبعد قيام الرئيس بذلك، خشية أن يؤدي ذلك للتصادم المباشر مع الروس الذين حذروا قبل ساعات من أن استهداف مصالحهم في سوريا لن يمر دون عواقب. فما الحل إذن؟ يقول المسؤول الأمريكي إن أوباما قد يزود الثوار بأسلحة متطورة لكن لا تشمل صواريخ مضادة للطائرات. الاجتماع العسكري الأمريكي سابقه قمة خليجية تركية في الرياض، وسيعقبه اجتماع دولي سداسي في لوزان. فهل يتخذ أوباما قراراً يخرج الملف السوري من عنق الزجاجة الروسية أم لا؟ في ملفنا الثاني، معركة الموصل لن تكون معركة وطنية ضد الإرهاب فقط، بل هي معركة دينية يريد الحشد الشعبي الشيعي أن يستحضر فيها ثارات الحسين. فيقول أحد زعمائه المدعو قيس الخزعلي إن المعركة ستكون انتقاماً وثأراً من قتلة الحسين، لأن هؤلاء الأحفاد من أولئك الأجداد. ومع الخزعلي جمع آخر من وكلاء إيران في العراق يهددون تركيا باستهداف مصالحها لو أبقت قوتها في العراق، لكن لتركيا وجهة نظر في بقائها، فهي تخشى من تغيير التركيبة السكانية في المدينة. ومع تركيا وقفت السعودية التي رأت أن كوارث تنتظر الموصل ومحيطها لو دخلها الحشد الشعبي الذي يذعن بالولاء لإيران. نناقش كل هذا بعد قليل في تفاصيل إبقوا معنا. قال مسؤولون أمريكيون لوكالة رويترز للأنباء إن الرئيس الأمريكي باراك أوباما سيبحث يوم الجمعة مع كبار مستشاريه للسياسة الخارجية عددا من الخيارات العسكرية في سوريا. وقال المسؤول الأمريكي إن بعض الخيارات تشمل عملا عسكريا أمريكيا مباشرا، مثل شن ضربات جوية على قواعد عسكرية للنظام، مثل مواقع الرادار أو قواعد مضادة للطائرات. وأضاف مسؤولون أمريكيون أن أوباما قد يسمح بتزويد المعارضة السورية بأسلحة متطورة لا تشمل صواريخ مضادة للطائرات. واستبعد المسؤول الأمريكي في نفس الوقت أن يختار أوباما خيار التدخل العسكري المباشر في سوريا بسبب الخشية من الاصطدام المباشر مع روسيا. وطلب البيان الختامي للقمة الخليجية التركية التي عقدت في الرياض المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لوقف العدوان الروسي على السوريين. وحذرت الخارجية الروسية الدول الداعمة للثوار من تزويدهم بصواريخ مضادة للطائرات. وخفض وزير الخارجية البريطاني من سقف توقعاته حول فكرة إنشاء منطقة حظر جوي في سوريا. يأتي ذلك قبيل انعقاد اجتماعين دوليين يوم السبت والأحد المقبلين في لوزان السويسرية والعاصمة البريطانية لندن. تفاصيل أكثر في تقرير محمد الدغيم. ما زالت حلب الشرقية تواجه وحش الموت الروسي الإيراني الذي ينهش بأجساد أبنائها وبنيانها، وما زال أهل المدينة بانتظار توافق دولي يوقف سيول الدمار التي تجرفهم يومياً ضمن مقابر جماعية. يلف الساسة حول العالم ضمن مباحثات ثنائية وجماعية، ومعها يحضر الملف السوري وتغيب عنه الحلول. آخر ما حصل في تلك الاجتماعات قمة خليجية تركية في العاصمة السعودية الرياض، ضمن ما أسموه الحوار الاستراتيجي القائم بين الجانبين، لكن لم تخرج كما يقول مراقبون أي حلول استراتيجية من الداعمين الأقرب والأقوى للمعارضة السورية،
اكتفى البيان الختامي الذي عقده وزير الخارجية السعودي عادل الجبير والتركي مولود جاويش أوغلو بالتأكيد على الالتزام بوحدة سوريا ودعم جهود المبعوث الأممي ديمستورا، وطالب البيان المجتمع الدولي بالتدخل فورا لوقف العدوان على السوريين. وبعيدا عن قمة الرياض وقريبا من تركيا، أعلنت الرئاسة التركية أنها ترقب خارطة طريق حول سوريا ووقف قصف حلب. وثمة من يسأل أي طريق ذاك الذي ما زال مفتوحا بعد أن أغلقت أبواب مجلس الأمن بقفل الفيتو الروسي، وهل يكون اجتماع لوزان يوم السبت المقبل إحدى تلك الطرق التي ستحدث انفراجة في الملف السوري؟ وكيف يمكن للمحور الخليجي التركي المشارك في الاجتماع إلى جانب أمريكا وروسيا وإيران أن يلعب دورا إيجابيا فاعلا مع توتر العلاقات الروسية الغربية في حملة تراشق إعلامي غير مسبوقة؟ في الحديث عن الاشتباك السياسي بين الغرب وروسيا، أعلنت الخارجية الروسية أن أي استهداف لمصالح روسية في سوريا لن يمر بدون عواقب. ودعت موسكو داعمي المعارضة السورية لعدم تزويدها بمضادات للطيران. وفيما يبدو هذا السيناريو غير مطروح من الأساس في المعسكر الغربي بفعل الفيتو الأمريكي على تزويد الثوار بسلاح نوعي، أعلن وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون أن بلاده تبحث التدخل العسكري في سوريا، لكن أي تحرك يجب أن يكون في إطار تحالف يضم الولايات المتحدة الأمريكية، متوقعا ألا يحدث ذلك قريبا. وخفض جونسون من سقف التوقعات بشأن فرض حظر للطيران على سوريا، وقال إنه يتعين على بريطانيا ألا تثير آمالا كاذبة بشأن هذه الفكرة. ولعل تصريحات الروس بأن ما يخرج من الاتحاد الأوروبي ليس إلا زوبعة في فنجان ينطبق على الموقف الغربي، وهذا ما يجعل جميع التحركات السياسية المقبلة سواء التي ستعقد في لوزان السويسرية أو لاحقا في لندن لا تندرج إلا ضمن الآمال الكاذبة. أرحب بالدكتور مصطفى حامد أوغلو، كاتب ومحلل سياسي، ينضم إلينا مباشرة من إسطنبول. مساء الخير. سمير نشار، عضو الائتلاف الوطني من إسطنبول، أيضا مساء الخير. الدكتور نبيل الخوري، دبلوماسي أمريكي سابق من واشنطن عبر سكايب، مساء الخير. وسينضم إلينا بعد قليل الدكتور ماجد السامرائي، رئيس مركز المشرق للدراسات والأعلام من لندن. أهلا بكم ضيوفي الكرام، وأبدأ معك دكتور الخوري. طبعا ما المتوقع من اجتماع الرئيس باراك أوباما غدا طبعا لبحث الخيارات العسكرية بالنسبة لسوريا، خاصة نتذكر منذ فترة ليست ببعيدة طلب الشيء نفسه من مجلس الأمن القومي؟ قد يكون المطلوب شيء من الرمزية، لأن هنالك اجتماع آخر لكيري ولافروف اليوم التالي، يعني يوم السبت في لوزان. ومن الواضح أن جون كيري طلب من الإدارة، طلب من الرئيس أن يكون هنالك موقف قوي يمكن أن يستعمله مع لافروف، لعله قد يؤدي إلى تطبيق الروس الهدنة في حلب. لكن الخيارات العسكرية محدودة، فالواقع أنه أي ضربات جوية داخل الثلث الغربي من سوريا غير ممكن، وهذا انطلاقا من حلب، يعني لتواجد خبراء روسيين وبطاريات الروس، وقد وضعوا هم خطا احمرا وقالوا لا تتعدوا هذا الخط. اعتقد أن الخيارات ممكن ان تكون هنالك ضربات ضد الجيش السوري في جنوب وشمال شرق البلاد، حيث تتواجد بعض القوات السورية ولكن ليست مكثفة وليست محمية ببطاريات روسية. أما غير ذلك فتزويد المعارضة بأسلحة نوعية ممكن جدا، على الأقل الإعلان عنه. وأيضا أعتقد يعني أن الشيء المنطقي هو التركيز على الوصول إلى الرقة قبل الروس والنظام السوري، وذلك بمحاولة يعني تدعيم المعارضة في البلاد التي لا يسيطر عليها بشار الأسد حالياً.
أستاذ سمير نشار، طبعا هذا الاجتماع غدا وهذه التصريحات لباراك أوباما سبقت اجتماع كيري أو لقاء كيري لافروف في لوزان، يعني ما المتوقع؟ هل بالفعل سنشهد ضربات ضد النظام في مواقع معينة، تزويد الثوار بأسلحة نوعية؟ هل هذا ممكن، خاصة بأن اجتماع لوزان هو اجتماع سداسي؟ أنا بعتقد أنه هناك توتر وقلق لدى الروس منذ تم قطع التواصل الثنائي ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا، وتوقف أو فشل المحادثات أو الاتفاق الذي تم التوصل إليه بوقف النار في مدينة حلب وإدخال المساعدات. للجميع يعلم أن هناك حوالي 300 ألف إنسان موجودين في الأحياء المحررة من مدينة حلب. الأخبار التي تسربت من واشنطن والتي على ما يبدو أنها وصلت إلى موسكو أثارت قلق الروس بأن ربما هناك نقاشا مختلفا في واشنطن عما تعودوا عليه، خاصة عندما طلب الرئيس أوباما من وكالات الأمن القومي وضع جميع الخيارات على الطاولة. واليوم سمعنا أن غدا الإدارة الأمريكية سوف تناقش هذه الخيارات السياسية والعسكرية وربما الاقتصادية والاستخباراتية، وهناك مروحة واسعة أمام الإدارة من الخيارات التي ممكن أن تلجأ إليها، لأن الإدارة الأمريكية والمجتمع الغربي لا يمكن أن يقفوا صامتين أمام المجازر التي تجري في مدينة حلب وعملية تدمير منهجي لمدينة حلب، وتبقى الإدارة الأمريكية وتبقى الدول الغربية كلها صامتة وهي أن تتجاهل ما يجري في مدينة حلب تحديدا. سمعنا في جلسة مجلس الأمن التي عقدت والتي استخدم فيها الروس الفيتو، سمعنا خطابات وانتقادات شديدة وقاسية جدا لم نتعود عليها ولم نسمعها من قبل، سواء كان من المندوب الأمريكي أو المندوب البريطاني أو المندوب الفرنسي. والبارحة أيضا وزير الخارجية البريطاني كان هناك تلميح أنهم ممكن أن يبحثوا في تدخل عسكري خارج إطار الأمم المتحدة، ولكن أن يشكل تحالف بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية. هذه التصريحات أنا وهذه المناخات، ولن أنسى طبعا أن أذكر أن هولندا ألغى زيارة بوتين أو أكرهه على إلغاء الزيارة نظرا لأهمية الملف السوري وموضوع مدينة حلب تحديدا. وبالتالي هناك أجواء عالمية وخاصة في العالم الغربي مشحونة ضد الروس لارتكابهم جرائم حرب في حلب، وبالتالي لا يمكن الاستمرار في تجاهل ماذا يجري في مدينة حلب. هذا أنا أعتقد أقلق الروس، وبدأوا في توجيه رسائل عبر التسريبات والتصريحات الصحفية. واضح سيد سمير نشار، سنعود إلى هذه النقاط تباعا. دكتور أوغلو، في خضم هذه التحركات، في خضم ما حصل اليوم بالنسبة للاجتماع الذي دعا إليه باراك أوباما، الاجتماع السداسي في لوزان، أيضا قابلته تصريحات قوية، تصريحات نارية من قبل الغرب، نجد أن اجتماع القمة الخليجية التركية يعني لم يرقى إلى مستوى هذه القوة ضد روسيا، إن كان بالنسبة للتحركات الأمريكية أو حتى الغربية، يعني لماذا؟ بيان ختامي فقط يدعو المجتمع الدولي لوقف القصف على سوريا فقط. أولا مساء الخير لكم ولضيوفكم الكرام وللمشاهدين الأعزاء. يعني أنا أشترك مع أستاذ سمير نشار على أن هناك لهجة تصعيدية من الغرب ضد الموقف الروسي والتدخل الروسي، لكن يعني هذه التصريحات ستبقى ليس لها معنى ما لم تقرن هذه التصريحات بأفعال حقيقية على أرض الواقع. اليوم الاحتلال الروسي لتركيا مضى عليه أكثر من عام ولم نجد أي احتجاج فعلي ضد هذا الاحتلال.
حتى المواقف العربية التي يعني ارتسم كانت خجولة جدا ولم تحتج على الاحتلال الروسي لسوريا منذ بدايته. اليوم صحيح أن هذا الاجتماع الذي يعقد ما بين تركيا وما بين مجلس التعاون الخليجي يأتي بعد زيارة بوتين إلى تركيا، وهناك مناقشات حدثت ما بين الرئيس رجب طيب أردوغان وما بين بوتين على إيجاد حل وهو الخروج من المأزق، لأن روسيا تشعر أيضا أنها يعني هي في مأزق اليوم. كانت تقول أنني أنهي يعني الإرهاب خلال أيام أو خلال أشهر، لكن اليوم تجد نفسها أنها عاجزة عن أن تنهي هذا الأمر كما وعدت. أيضا هي تريد أن تخرج من هذا المأزق، لكن هناك خلاف ما بين يعني سيناريوهات أو مشاريع. أمريكا لديها مشروع يختلف عن المشروع الذي يعني ربما يخالف وحدة يعني المشروع التركي والمشروع الذي تدعمه الدول العربية، وهو وحدة الأراضي السورية. نجد أن أمريكا تريد أن تخرج داعش، ولكن لا تريد أن تخرج داعش إلا بالاعتماد والتعويل على قوة تعتبرها تركيا أيضا هي امتداد لحزب العمال الكردستاني، هي قوات البيادية. فهناك خلاف يعني على التطبيق على أرض الواقع. لذلك أنا لا يعني يجب أنا لا أريد أن يعول الشعب السوري على يعني هذه التصريحات وعلى هذه البيانات. كان يجب أن تكون هناك لهجة أقوى من هذا التصريح، وتستطيع صراحة البلاد العربية والدول الخليج أن يكون لها موقف. هذا هو السؤال، هل نتجاوز بهذه التحركات لغة التصريحات والتصعيد؟ ينضم إلينا الآن الدكتور ماجد السامرائي، رئيس مركز المشرق للدراسات والأعلام من لندن. مساء الخير وأهلا بك معنا. طبعا سبق أوباما هذا الاجتماع لمسؤولي السياسة الخارجية الأمريكية من أجل بحث خيارات بالنسبة لسوريا وفيها خيارات عسكرية. هذه التصريحات لأوباما سبقت اجتماع غدا الجمعة، سبق اجتماع لوزان السبت. برأيك ما المتوقع؟ لماذا هذا التحرك الآن؟ هو لم يكن أمام أوباما سوى أن يتصرف بهذه الطريقة، وهي الإشارة إلى أنه هنالك إمكانيات للخيار العسكري، في حين بالمقابل هي روسيا أساسا دخلت بالخيار العسكري منذ سنة، ولم نتمكن الإدارة الأمريكية أو أوباما من ثني الخيار العسكري الروسي والاحتلال الروسي إلى سوريا. ولذلك فهو يضع مثل هذه الخيارات عبارة عن رسائل ضغط على روسيا لكي تنصاع مجددا إلى ضرورة وقف إطلاق النار وخلق هدنة في حلب، لأن حلب الآن مستباحة حقيقة، وهنالك عملية عسكرية متواصلة لإفراغ حلب من أهلها ولخلق هذا الجو. ولذلك لا أعتقد بأنه الاجتماعات العسكرية أو اجتماع المستشارين سيؤدي إلى صدام عسكري، هو تلويح. ولنتذكر أن أوباما لوح أمام النظام باستخدام الخيار العسكري ولم يستخدمه، فإذا أنا لا أعتقد بأنه أوباما سفعلا ينفذ مثل هذا الخيار، ولكن هي عبارة عن حالة من الضغوط، لأنه هو هناك تساؤلات كثيرة وخصوصا من الدول الغربية، وهنا نحن في بريطانيا نجد كيف تصرفت الدبلوماسية البريطانية بقوة وبشجاعة تجاه الوضع الروسي. وصلت لدرجة أن وزير الخارجية بيري يونسون أنه يدعو إلى استخدام المظاهرات ضد التعنت الروسي. في المقابل نجد روسيا تصعد تعبويا وإعلاميا لكي تكسب المعركة الدبلوماسية بعد أن توقف مجلس الأمن وعجز عن اتخاذ خطوة عملية جريئة لإنقاذ أهل حلب.
دكتور نبيل الخوري، طبعا يعني الخارجية الروسية قالتها صراحة، يعني هي تحذر الدول الداعمة للثورة السورية من تزويد الثوار بمضادات للطائران، وأيضا قالت بأن أي استهداف للمصالح الروسية في سوريا لن يمر دون عقاب. الولايات المتحدة الأمريكية هل تأخذ هذه التهديدات على محمل الجد؟ هل تأخذها بعين الاعتبار حين تدرس خيارات العسكرية التي تتحدث عنها؟ بالنسبة لهذا التحذير بالذات لا أعتقد أنه تحذير جدي، لأن إذا وصلت هذه الأسلحة المضادة للطائرات إلى أيدي المعارضة، كل ما تستطيع روسيا أن تفعله هو أن ترد على النيران بنيران أقوى منها، وهي تدمر حلب منذ فترة فلا تستطيع أن تفعل أكثر من ذلك، وكذلك لا تستطيع أن ترد على الدول المانحة لهذه الأسلحة، لأنها لن تعرف تماما من أين أتت، ولن تتعدى أن تضرب دولة أخرى خارج الحدود السورية. ولكن ما لماذا يحجم أوباما عن إعطاء هذه الأسلحة أو الضوء الأخضر لإعطائها؟ هو أنها بكل بساطة قد تقع في أيدي النصرة ومن يساند القاعدة في سوريا، وقد يستعمل فيما بعد ضد مصالح أمريكية وطائرات نقل ركاب يعني مثلا. لذلك هنالك تردد في هذا الموضوع. أما الإنذار الروسي بهذا لا، فهو يتجاوز قدراتهم، ولكن إنذارهم بعمل عسكري مباشر فوق الأراضي التي يحمونها هذا إنذار جدي. نعم. دكتور مصطفى أوغلو، طبعا وزير خارجية السعودية عادل جبير قال يعني نتمنى بأن حل الأزمة بين موسكو وأنقرة يساهم بشكل فعال في حل الأزمة بالنسبة لسوريا. يعني كيف تلعب تركيا الدور خاصة وتحديدا للضغط على روسيا من أجل أن تقدم تنازلات الآن ضمن ما يحصل في المشهد السوري؟ نعم، الأزمة التي حدثت بين تركيا وروسيا بعد إسقاط الطائرة الروسية التي تبين أن من أسقطها هو يعني ربما كان يريد أن يعني يجعل هذا الشرخ ما بين روسيا وتركيا، وهم الآن معتقلين بعد الانقلاب الذي حدث في 15 تموز. ويجب أن نقول أن تركيا ما بعد 15 تموز هي تختلف عن تركيا ما قبل 15 تموز. تركيا لا تستطيع الضغط على روسيا، لكن هذه الأزمة أثبتت لتركيا أنها هي بحاجة إلى روسيا، وأثبتت أيضا لروسيا أنها بحاجة لتركيا ولا تستطيع الاستغناء عن تركيا وعن الدور التركي الاقتصادي والتجاري واللوجستي حتى بالتعاون معها من أجل الحل في قضية سوريا. اليوم أنا أرى أن هناك يعني اتفاق وجهات نظر ما بين روسيا وتركيا على وحدة الأراضي السورية، بينما لا نجد هذا الاتفاق ما بين أمريكا التي تعتبر هي الحليف الاستراتيجي لتركيا والتي تعمل على أرض الواقع على دعم كما قلت قوات البيادة يعني التي تعتبر بالنسبة لوحدة يعني الأراضي السورية. دكتور أوغلو، نعم. يعني بالنسبة لوحدة الأراضي السورية لا تهم السوريين كثيرا اليوم أمام القتل وأمام المجازر وأمام الدمار وأمام القصف. نعم، اليوم طبعا بالنسبة لتركيا الأمر يختلف، يعني لأن تقسيم سوريا يعني يهدد الأمن القومي التركي، وهذا يعتبر يعني أزمة جديدة ومحن جديدة واقتتال جديد وحروب جديدة في هذه المنطقة وعدم استقرار لهذه المنطقة. مع تأكيد تركيا على وحدة الحفاظ على وحدة الأراضي السورية وهذا ما تدعمه المملكة العربية السعودية، أيضا تركيا اليوم هي كان لها تجربة يعني مميزة بأنها يعني انتهجت سياسة الأمر الواقع عندما دخلت مدينة جرابلس ودعمت الجيش السوري الحر، مع يعني بالرغم من امتعاض أمريكا، وأثبتت لأمريكا أن هناك قوة محلية معتدلة يمكن الاعتماد عليها ولا يجب فقط أن حصر هذا التعويل وهذا الاعتماد على قوات البي اي دي. هذا الذي
لم يعني لا يعني لم يرق لأمريكا. وربما المشكلة اليوم هي عندما اقتربت هذه القوات، عندما اقترب الجيش السوري الحر إلى مدينة الباب، بدأ الخلاف أيضا ما بين يعني أمريكا وما بين تركيا. أيضا روسيا يعني ترى أن عندما إذا دخل الجيش السوري الحر الباب سيصبح على يعني احتكاك مباشر مع قوات النظام. نعم. وهذا ربما أيضا هو من أعاقك أيضا هذا الدخول. أيضا مدينة الرقة التي سيتم تحريرها، الخلاف على من سيخلف مدينة الرقة، هل هو الجيش السوري الحر أم هما قوات البيادة التي تدفع بهم واضح. تركيا واضح دكتور البديل. نادي أتحول للدكتور سامر رائي. طبعا بالنسبة لتصريحات بوريس جونسون، يعني بعد هذا الحماس الذي شاهدناه هذه الأيام، يعني خفض من سقف ما كان يطالب به ومن اللهجة الحادة التي كان يتحدث فيها، يعني قال بالنسبة لمنطقة حظر الطيران، يعني قال صراحة بأنهم لا يريدون هذه المنطقة الآن. حقيقة الموقف البريطاني لا يوجد هنالك فروقات كثيرة بينها وبين الموقف الأمريكي. موضوع حظر الطيران هو موقف أمريكي بالبداية، وبريطانيا تؤيد هذا الموقف. منطقة حظر الطيران يجدونها تؤدي إلى مشكلات كثيرة ومعقدة، ولذلك أنا لا أعتقد بأن الدبلوماسية البريطانية يعني على ذكر التعقيد هو هكذا وصفها، لا نريد أن نقدم أمالا كاذبة. نعم نعم هو هذا بالضبط، ولكن لنقل بأن الآن هذه اللهجة الجديدة التي قدمتها بريطانيا تعتبر يعني فتحا جديدا في الدبلوماسية، لأنه أن يدعو وزير خارجية بريطانيا إلى قيام مظاهرات بوجه روسيا، وهذا ما أزعج الروس كثيرا، ويعني ردوا عليه بردود عنيفة أيضا. أنا أعتقد أنه الآن الموقف البريطاني تصعد كثيرا، وهو إلى جانب الموقف الفرنسي، على الرغم من قبول روسيا وقولها بأنه لا تمانع باشتراك بريطاني عسكري إذا كان هذا ضد الإرهاب. الموقف الروسي موقف يعتقد بأنه ممكن أن يجمع الموقف الأوروبي إلى جانبه، ولكن الآن أوروبا بجميع أقطارها ضد الموقف الروسي، ولا يمكن أن تتعامل معه وفق الدبلوماسية الحديثة. أنا في تقديري يعني أن التطور المقبل خلال الأيام المقبلة، هناك نوعا ما إجماع بأن الكل ضد الموقف الروسي. أعود إليك أستاذ سمير نشار، إذا ما كان بالفعل روسيا قلقة من هذه التحركات، نجح نوعا ما هذا الضغط الأمريكي الغربي الخليجي التركي على روسيا، سقف ما نتوقع أن يقدمونه الآن؟ يبدو أن الأستاذ سمير نشار لا يسمعنا. دكتور خوري، طبعا في نفس هذا السياق، إذا ما كانت بالفعل روسيا قلقة من هذه التحركات، هناك ضغط نوعا ما مورس عليها، ماذا نتوقع؟ أنا لا أوافق، لا أعتقد أن الروس يهتمون كثيرا بهذه الخطب القوية ولا بالتلويح بمظاهرات. بوتين واجه مظاهرات في موسكو نفسها ولم يأبه لها، وعرف كيف يتعامل معها. لذلك يعني بوتين يفكر بقواعد الحرب الباردة، وفي قواعد الحرب الباردة من يحتل مركز الوسط في رقعة ما متنافس عليها يكسب، لأن الطرف الآخر يعني بين الدول الكبيرة طبعا نتحدث لن يقدم على مجابهة مباشرة معه. بالنسبة لسوريا، بوتين يعرف أنه انتصر على الأقل في المدى القصير، وخاصة بالنسبة لتثبيت دعائم النظام في هذا الخط الذي يمتد من الحدود التركية شمالا إلى الحدود الأردنية جنوبا، ويشمل ثلث البلاد.
لذلك هو آمن في هذه المنطقة ولا يأبه لأي خطب، وخاصة أنها إذا حدثت في الأمم المتحدة تتمتع روسيا بالفيتو فلن تؤثر عليه. أشكرك دكتور نبيل الخوري، دبلوماسي أمريكي سابق، كنت معنا عبر سكايب من واشنطن. شكرا للدكتور مصطفى حامد أوغلو، كاتب ومحلل سياسي، كنت معنا من إسطنبول. شكرا للدكتور ماجد السامرائي، رئيس مركز المشرق للدراسات والأعلام من لندن. وشكرا لسمير النشار، عضو الائتلاف الوطني، كان معنا من إسطنبول. نذهب إلى فاصل، نفتح بعده الملف الثاني من تفاصيل، ابقوا معنا.